Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is about diabetes, nutrition, sukari. This is Arabic. اليوم هو الجمعة والآن تقريبا الساعة السادسة صباحا وسأتحدث عن موضوع بصفتي طبيب ومختص حدث عن السكر. لماذا؟ لأنه السكر يصاب بكثير من الناس في أمريكا وفي العالم كله، وخاصة ما يسمى بتايب 2 الثاني، يعني اللي بيظهر للواحد بعد سن 35 أو 40 إلى آخره، وكثير منه وراثي. أريد أن أتحدث عن موضوع حصل معي اليوم. أنا عندي سكري الحمد لله من أكثر من 35 عاما، وبأخذ إنسولين اللي هو اللي بدوم 24 ساعة بسموه لانتوس. وقمت الصبح اليوم الساعة 3 صباحا لاحظت إنه غير طبيعي، يعني إنه نظري زاغ تماما، فعرفت إنه السكر منخفض تماما. وفعلا بعد ما توضيت مشان اجهز حالي لصلاة الفجر فحصته وكان 45 ميلي جرام او 45، يعني في الدم. وعادة انه السكر في الدم بيكون ما بين 80 إلى 110 إلى 120، هذا الطبيعي. ولكن عندما ينخفض إلى كثير جدا مدة، يعني زي ما صار معي اليوم 45، طبعا في خطورة جدا. لماذا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع؟ لأنه حصل معي كطبيب، صار بعض المرضى صار معاهم هذا الشيء وفقدوا الغيبوبة تماما، يعني صار عندهم موت سريري عندما يوصل المرحلة لهذا الشيء. الحمد لله، يعني هذا ببين كيف انه الاشياء اللي بحرمها الاسلام زي مثلا الكحول، المخدرات الى اخره. يعني على فرض انه انا اليوم الصبح الساعة 3 قمت وكنت شارب، يعني شارب خمور ولا شيء ولا مخدرات، او بجوز اكون ماخذ ادويه منومه جدا يعني والى اخره، شو اللي حيحصل؟ لن اشعر بهذه العوارض اللي صارت معي. وطبعا مجرد ما شعرت بالعوارض عرفت انه نازل جدا، فرحت وحسب ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم انه على الريق بس يقوم، يعني يحط معلقة عسل مع كوباية مي يحلها. فأنا عملت نفس الشيء وشوية حليب والحمد لله طبيعي. هذا مهم جدا. أنا أذكر انه في كان عندي مريض في السبعينات، في منتصف السبعينات، عندما كنت أستاذ مساعد في بلدة في نورث داكوتا اسمها فارغو، كنت بشتغل في الفيترن هاسبيتال، يعني في مستشفى للمحاربين القدماء. فكان في شاب كان عنده سكري وكان يشرب، فأنا حذرته قلت له لا تشرب مسكرات ولا خمور ولا شيء من النوع بهذا الشيء وانت بتاخذ انسولين سكري. فهو ما رد علي. فيوم من الايام جيت انا مشان في المستشفى مشان اعمل راوند، يعني امر على المرضى، وقالوا لي المريض الفلاني زرته واذا كان عنده غيبوبه، يعني صار عنده موت سريري تماما. لماذا؟ لانه اكيد صارت عنده عوارض، نزل السكر عنده. وكان لو كان عنده العوارض
يعني الأشياء العقلية يعني في مستواه ما كان ممكن يتلفن أو يندى على النيرس وتقول له تجيب له مثلا شيء فيه سكر وإلى شيء حتى إنه يستطيع السكر يرفعه ما يصير معه. لكن ما إنه كان طالع ويشرب خمور في ذلك اليوم حسب ما قالت للنيرس، فعندما رجع السكر نزل عنده كثير 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 وما استطاع إنه يكتشف إنه في عوارض السكر نزل عنده حتى يتلفن للنيرس وتعطيله هذا، فوجدته العادي موت سريري تماما يعني خلاص راحت، لأنه الدماغ ما بتحمل، المخ ما بتحمل إنه السكر ينزل بشكل فظيع جدا تحت يعني إلى هذا المستوى، وبصير عنده خلاص بصير عنده ما يسمى irreversible damage يعني ما فيش أمل على الإطلاق، صار عنده موت للخلايا المخية وهذا وانتهى. فهذا أنا بقوله جدا يعني إنه كيف سبحان الله الرسول عليه السلام عندما قال الخمر أم الكبائر فعلا صحيح هذا الشيء. بعدين الشيء الآخر اللي بقوله أنا وخاصة هاي بحب أنا أعمل موضوع عليها بتعلق إنه الإنسان يكون عنده سكر وبأخذ إنسولين وغير إنسولين إلى آخره في الرمضان وما بيصوم. ليش؟ قال الدكاترة بيقولوا له ما يصوم، هذا غلط تماما. وأنا أفضل وقت عندي أنا منشان السكر يكون مستواه كويس وماشي تماما هو رمضان أبدا سبحان الله. ولذلك الرسول عليه السلام قوله صموا تصحوا فعلا صحيح، يعني أنا أتمنى دائما بس يجي رمضان لأنه أحسن ما بيكون عندي ضبط السكر بيكون في رمضان. كيف؟ مثال على ذلك مثلا الإنسولين اللي أنا بأخذه باليوم اللي هو بسموه اللونج أكتنج هاي الطويل، بعد الإفطار بأخذها، بأفطر وبأخذ الإنسولين. افرض أني أنا بأخذ 50 وحدة على فرض، أنا بعد 50 وحدة بأخذ 40 مثلا أو أقل شوي يعني هيك شيء، وبعدين الأكل اللي أكلته أنا بأخذ عليه كمان short acting insulin يعني كمية إنسولين من السريعة المفعول مشان تدخل الأكلات اللي أكلتها في داخل الدم وخلاص. لكن مهم جدا جدا إنه إذا الإنسان بأخذ الإنسولين وإلى آخره لازم يكون عصفور لازم، وإلا بصير عنده انهباط بالسكر خلال اليوم، لازم يكون مع السحور ويتصحر ويوكل، وخاصة يوكل شيء يبقى في جسده يعني بروتينات حاجيات إلى آخره. هاي بدها تفصيل أكثر. وأنا أذكر من عدة سنوات بجوز من 10 سنوات كان الشيخ المشهور أحمد الكبيسي كان من دبي جاي وتكلم بخصوص السكري وإلى آخره، وكان بتكلم على أساس أنه إذا بيكون الواحد عنده بيكون مريض، طبعا هو من كان مريضا وعلى سفر في عدة من أيام الأخر، لكن ذكر قضية السكري أنه يسأل الطبيب وممكن يفطر. فأنا احتجيت عليه على الهواء مباشرة وشرحت له أنه ممكن الإنسان اللي يكون عنده سكري وحتى ويكون يخذ إنسولين ممكن أنه يصوم بدون أي مشكلة على الإطلاق، وأنا بيّنت له إياها. فطبعا هو يعني أسر كثيرا من مداخلات وشي، وراسا على الهواء قال هذه فتوى. وأنا إن شاء الله بحاول أوضح هاي الأمور كله، لأنه أنا كثير بشوف من أحيانا بشوف بعض القنوات وخاصة إقرأ وشي بيجوا دكاترة مثلا بقول لك لا اللي عنده سكري ما يصوم، هذا غلط يا أخي، لأنه لازم الإنسان يعرف كيف تنظيم هاي الأمور كلها. وأنا إن شاء الله هعمل موضوع خاص على أساس إنه رمضان جاي في خلال شهرين أو أكثر هيك شوية، لأنه إحنا في جماد الثاني، وإن شاء الله أعمل موضوع بهذا الخصوص. وأي إنسان بحب يتصل فيه على الفيسبوك ولا على الويب سايت بتاعي وإلى آخره موجود هذا الشيء كله، يتصل فيه وأنا مستعد أعطي له نصائح مجانية. وستحدث إن شاء الله في المستقبل فيما يتعلق بأمراض بالإضافة إلى السكري، أمراض الوزن كيف بخفف الوزن، أمراض أخرى مثلا الإمساك، الشغلات هاي بعملهم نصائح. وأنا الحمد لله يعني الآن
عمري فوق 75 سنة، ومع ذلك صحتي جيدة جدا، وباخذ انسولين، وكان عندي مرتين صار عنده ديسك، يعني مرتين عمليتين وعملية بالقلب، ومع ذلك الحمد لله يعني بشتغل وبشوف مرضى يوميا، وبتداخل في بالقنوات، وبكتب في الكومنتس يعني تحليلات أو أشياء بتتعلق بما يحصل في العالم العربي والإسلامي، وعن القضية الفلسطينية وعن أمريكا تقريبا يوميا، بكتب بالإنترنت وبالجوجل وبالجزيرة أمريكا. وأنا أعتذر أحيانا بسبب وجودي باستمرار في الغرب، أنه أحيانا يصعب علي أنه أتكلم بموضوع باللغة العربية، أحيانا بعض خاصة الأسماء الطبية أو الأدوية وإلى آخره. والسلام على من اتبع الهدى.